الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده لا احصي ثناء عليه وكما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان اقرب الطرق الموصله الى مرضات الله عز وجل في الدنيا واقرب الطرق الموصله الى الفوز بالاخره ان يعرف العبد حق الله عز وجل وان يجتهد في القيام بحقه، فمعرفة حق الله عز وجل هي طريق القيام بما له من الحقوق جل وعلا. لذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. السبب في هذا الفضل هو أن العلم به يعرف حق الله جل وعلا، به يعرف الرب الذي يعبد ويصلى له ويسجد، به يعرف الطريق الموصل إليه جل في علاه. وإذا حقق المؤمن هذين الأمرين، معرفة الله والعلم به ومعرفة الطريق الموصل إليه، كان هذا من دواعي سعادته في الدنيا وفوزه في الآخرة ونجاته من كل مهالك يقابلها في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل هذه الصفات الأربع التي هي أسباب النجاة لا يمكن لأحد أن يفوز بها إلا إذا كان عنده علم ومعرفة. لذلك أشرف ما يشتغل به الإنسان وأعلى ما يدرك به سعادة الدنيا وفوز الآخرة أن يعرف ما لله من الحقوق وأن يعرف الطريق الموصل إليه جل في علاه. فبهما تكمل السعادة وبه يحقق الإنسان خير الدنيا والآخرة. وفي هذا السياق، فإن معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو من أجل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن، هو المعرف بأمر الله عز وجل، هو الذي قال الله تعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يمكن أن يتأسى الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل بهديه، وهو جاهل بسنته، ما يمكن، لأن التأسي به فرع معرفته، معرفة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. وقد قال الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا يمكن أن يأخذ الإنسان ذلك أو أن يمتثل هذا الأمر إلا إذا عرف ما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذه، وما الذي نهى عنه ليجتنبه. ولذلك أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقراءة أخباره ومعرفة أقواله والاطلاع على أحواله، وكل ذلك يتيسر بقراءة سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، واجعلنا ربنا من حزبك وأوليائك، وفقنا إلى القول والعمل. وقفنا في قراءتنا في صحيح البخاري في كتاب الصوم عند قول المصنف رحمه الله: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
فقال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان شرط الفوز بفضائل الصيام. تقدم فيما مضى أن للصائمين وللصوم فضائل، فللصائمين باب الريان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. ومن فضائل الصوم أنه جنة، ومن فضائل الصوم أنه جاز في الأجر والثواب قانون التقدير والحساب، فإن ثواب الصوم استأثر الله تعالى به حيث قال: الصوم لي وأنا أجزي به. فما هو الطريق الذي تدرك به تلك الفضائل؟ هل هو مجرد أن يمسك الإنسان ويصوم، أم ثمة شروط لإدراك ذلك الفضل؟ يقول رحمه الله: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. فلا يدرك الإنسان الفضائل المترتبة على الصوم بل وعلى سائر العمل إلا إذا حقق هذه الخصال: أن يكون عمله إيمانا، أن يكون عمله احتسابا، أن يكون عمله بنية، بنية حسنة صالحة. أما الإيمان فهو أصل الأعمال، ولذلك قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو الأساس الذي يبنى عليه كل عمل، الإيمان، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذا العمل. فلا بد أولا من الإيمان، والإيمان هو عمل القلب جماعه الخضوع لله جل وعلا والانقياد له. هذا الإيمان عمل قلبي يجتمع فيه الخضوع لله جل في علاه والانقياد له. فالإيمان هو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول، هكذا يفسره أهل العلم. هذا هو التعريف الاصطلاحي للإيمان، التعريف الشرعي للإيمان. من الناس من يفسر الإيمان بالتصديق، وهذا لا بأس به، لكنه تفسير لغوي ولا يطابق حقيقة الإيمان الشرعي. بل الإيمان الشرعي هو تصديق خاص، وهو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول. فمن صام مؤمنا أي مقرا بوجوبه، الإيمان بالصيام هو أن تقر بوجوبه وأن الله فرض وأن الله تعالى جعله في منزلة هي التي جاءت بها النصوص. إذن الصوم إيمانا هو أن تقبل ذلك وأن تقر بفرضيته. وأما الاحتساب فالاحتساب عمل زائد على الإيمان، إذ الاحتساب هو الرغبة والطلب للثواب في الآخرة، أن يصوم راغبا في الثواب من الله، طالبا للأجر منه، راغبا فيما عنده. ولقائل أن يقول: كل صائم يفعل هذا. لا، ليس كل صائم يفعل هذا. من الناس من يصوم عادة، ومن الناس من يصوم وهو في غاية التأفف والكراهية لهذه العبادة والاستثقال لها. ولذلك لا يتحقق للإنسان الفضل المرتب على الصوم إلا بتحقيق هذين الأصلين: أن يصوم إيمانا أي ينشرح قلبه بقبول ما فرض الله، يعتقد أن الله فرض عليه الصوم وأن الله أوجبه عليه، ويحتسب أي يطمع في ثواب ما يلقاه بسبب الصيام من الله. ولهذا ينبغي لكل صائم أن يفتش عن هذين الأمرين، بل على كل عامل أن يفتش على هذين الأمر عن هذين الأمرين في عمله: الاحتساب، الإيمان والاحتساب، في كل عمل من الأعمال، وليس فقط في صلاة أو زكاة أو صوم أو حج، بل جميع الأعمال فتش عن هذين واحرص على صلاحهما، فإن بهما النجاة والفوز، بهما قبول العمل، بهما تدرك الفضائل وتحصل الأجور.
أن يكون عملك إيماناً بالله. إذا صليت قلت الله أكبر ليكن ذلك إيماناً به واحتساباً للأجر عنده، أن تطلب الثواب منه لا تطلبه من سواه، أن يمتلئ قلبك رغبة فيما عنده من الأجر لا ترقب من غيره عطاء، وبذلك تحقق النية. ولذلك زاد المؤلف رحمه الله في الترجمة النية حيث قال من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية، للتأكيد على معنى النية، إنه لا بد من النية في العمل، وإنه إذا لم يكن في صومك نية فإنه لا ينفعك، وبالتالي لا بد من استحضار النية الصالحة في عملك، ولا يمكن أن يتحقق إيمان واحتساب إلا بنية، لكن النص عليها للتنبيه إلى أهمية النية. وما هي النية؟ النية هي عزم القلب وقصده وإرادته، هذا تعريف النية، عزم القلب وقصده وإرادته. إذن عندنا ثلاثة أمور: أن يصوم إيماناً، أن يصوم احتساباً، أن يصوم بنية. النية أن يكون هذا العمل صادر عن قصد وإرادة وعزيمة، هذا واحد. إيماناً أن يكون المؤمن، أن يكون الصائم قابلاً لما فرض الله تعالى، موقناً أن الله فرض عليه الصوم وهو منشرح الصدر بقبول هذا الفرض. الثالث الاحتساب، وهو أن يرغب في ثواب عمله ويصبر على ما يلقاه من تكاليف، ويؤمل الأجر ممن يعطي على القليل الكثير سبحانه وبحمده. والنية أصل العمل، وبها تتفارق الصور. وأقول هنا مهم، كلام مهم يا إخوان، النية تفرق الصورة، النية تفرق الثواب. الصورة صورة العمل قد تكون واحدة، لكن يفرق بينهما ما قام في قلوبهما من نية. كلنا نجلس في هذا المجلس، أليس كذلك؟ مجلس من مجالس الذكر، روضة من رياض الجنة، نسأل الله لا يحرمنا فضلها وأجرها. مقاصدنا مختلفة، لسنا على مقصد واحد. منا من ينتظر شروق الشمس حتى يصلي ويخرج، منا من ينتظر صاحبا له فجلس، منا من جاء قاصدا لحضور الدرس. الصورة واحدة لكن النوايا، النيات مختلفة، والأجر على حسب النية. كلنا عندما أقيمت الصلاة قمنا وصففنا وقلنا الله أكبر مع الإمام، لكن هل جميعنا على نحو واحد في النية والقصد؟ لا، نحن متفاوتون في النية. ولذلك يقول ابن القيم والعاملاني، يقول رحمه الله في بيان تفاوت العمل وتفاضل الأعمال: يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البرهان، حتى يكون العاملان كلاهما في صورة، صورة واحدة، في صورة تبدو لنا بعيان هذا، وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. صورة العمل واحدة لكن بينهما من التفاوت في الأجور والثواب كما بين السماء والأرض. ما الذي فاضل بينهم؟ ما الذي فرق بين هذا وهذا؟ ما قام في قلوبهم من النية، من القصد، من الإرادة، من العزم، ففارق بين الأعمال. الصورة قد تكون واحدة لكن الأعمال تكون مختلفة. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. هذا جزء من حديث أخرجه المصنف في قصة جيش يغزو الكعبة، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان يغزو جيش الكعبة، حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض، يعني أرض خالية من النبات والماء، في مفازة، خسف بأولهم وآخرهم، خسف بجميعهم، أصابهم خسف. قالت عائشة: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني فيهم من جاء فقط وافقهم في الطريق ومشى معهم، وفيهم من لبس عليه وأتى لا يريد هدم الكعبة وأذى أهل الحرم، إنما جاء موافقا لهم، كيف هؤلاء يخسف بهم ويكونون في العقوبة واحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم.
أي إن الله يعلم ما في قلوبهم. هم في الصورة نالهم عذاب، نالهم أمر واحد وهو الخسر، لكنهم في ما يتعلق بشأن الآخرة وجزائها يتفاوتون بالنظر إلى ما يقوم في قلوبهم. هذا عمل صالح أو عمل رديء؟ عمل رديء، معصية سيئة، قصد الحرم بالإضرار، المجيء إلى الحرم بالإضرار مما يسوء به مما تسوء به الأعمال. لكن هذا لما كانت النية مختلفة تفاوتوا في حال الآخرة. أما في حكم الدنيا جرى عليهم شيء واحد وهو الخسف. فالمقصود أن الشاهد من هذا الحديث أن أن النيات تؤثر في المآل والعواقب، فينبغي للمؤمن أن يحرص على سلامة النية وصحة القصد. فالأعمال صالحها وسيئها تتفاوت فيها النهايات والعواقب بالنظر إلى ما في قلب الإنسان من المقاصد والنيات. ساق بعد ذلك الحديث بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا من فضائل الصوم ومن فضائل قيام ليلة القدر، أنهما سبب لحط الخطايا، مغفرة ما تقدم من ذنب أي إزالته ومحوه وإذهاب شؤمه عن الإنسان في الدنيا والآخرة. هذه المغفرة شرطها أن يكون العمل من القيام والصيام إيماناً واحتساباً. ذكرنا تعريف الإيمان، ما معنى الإيمان؟ ما معنى قوله من قام رمضان إيماناً، من قام ليلة القدر إيماناً، من صام رمضان إيماناً؟ إيش معنى الإيمان هنا؟ أي إقراراً بفرضيته وقبولاً لمشروعيته، هذا معنى الإيمان، الإقرار، إقرار القلب بأن الله فرض هذا العمل أو شرع هذا العمل وقبول ذلك بالقلب، هذا معنى من قام رمضان إيماناً، من صام رمضان إيماناً، فقلبه مطمئن بفرض الله عز وجل وشرعه. الأمر الثاني واحتساباً، أي طلباً للثواب من الله عز وجل، يصوم رمضان لا عادة ولا موافقة لأهل بيته وأهل بلده ولا لغير ذلك من المقاصد الدنيوية، بل يصوم رمضان محتسباً الأجر عند الله تعالى، غير مستثقل لهذه العبادة ولا كارهاً لها، بل يرجو ثوابها ويصبر على ما يكون فيها من أذى وما يكره، يصبر على ذلك طمعاً في الثواب من الله جل في علاه. هذا معنى قول من صام رمضان إيماناً واحتساباً. إذن ليس الشأن في الصيام فقط، بل لا بد من إكمال شروط الفوز بمغفرة الله عز وجل، وهو أن يكون عملك إيماناً واحتساباً. هل هذا سؤال، هل هذا شرط الإيمان والاحتساب في حصول الثواب على العمل؟ انتبه للسؤال، هل شرط الإيمان والاحتساب لحصول ثواب العمل مقصور فقط على الصوم والقيام، على الصيام والقيام، أو هو في كل الأعمال؟ ها يا إخواني، في كل الأعمال أو في الصوم والقيام والصيام والقيام؟ في كل الأعمال. طيب، إذا كان في كل الأعمال، لماذا يأتي في بعض النصوص النص على الإيمان والاحتساب وفي غيرها؟ يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ولم يقل إذا كانت إيماناً واحتساباً. لماذا؟ الجواب على هذا أن الإيمان والاحتساب مشروط في الثواب على كل الأعمال، وإنما يأتي النص عليه في المواضع التي يغفل فيها عن النية والقصد. هذا الموضع الأول، يذهل الإنسان عن الاحتساب، يذهل عن الإيمان. مثاله الصبر على المصائب،
المصائب تصيب كل الناس، ما من إنسان إلا ولا بد أن يبتلى بشيء مما يكره. الناس في صبرهم على المصائب متفاوتون، تجد من لا يؤمن بالله يصبر لكنه لا يؤجر إلا إذا احتسب، إذا استحضر في قلبه ثواب هذا العمل عند الله عز وجل، ثواب الصبر على هذه المصيبة عند الله عز وجل. ولذلك يذكر به في هذا المقام عند المصائب. لماذا؟ لأن النفوس تغفل عن الاحتساب في مواطن البلاء والمصائب. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة وموت أحد أبناء بناته، قال مرها فلتصبر ولتحتسب، لأنه في المصائب يغفل الإنسان عن الاحتساب، قد يصبر ويتجلد لكنه يغفل عن طلب ثواب ذلك عند رب العالمين. إذا الموضع الأول الذي ينص فيه على الاحتساب هو في مواطن الذهول والغفلة عن الاحتساب. الموطن الثاني في العبادات التي فيها تكليف وفيها مشقة وفيها عناء، يذكر الإنسان فيها بالاحتساب. من صام رمضان، صيام رمضان عمل فيه مشقة وكلفة، فذكر الإنسان بالاحتساب فيه لنيل أجره. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قيام رمضان يحتاج إلى معاناة وكلفة، ولذلك ذكر فيه الإنسان بالاحتساب. إذن المواضع التي ينص فيها على الاحتساب، إذا تأملتها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجدتها إما في مواطن الذهول والغفلة عن الاحتساب، هذا واحد، وإما أن يكون ذلك في الأعمال التي فيها مشقة وكلفة. وفي هذا الحديث ذكر الاحتساب لأنه موضع مشقة وكلفة يحتاج فيه الإنسان إلى تذكير بفضل الله عز وجل وعظيم أجره وثوابه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الحج. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. أجود أجود وكان أجود ما يكون أجود وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ. يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ما تقدم في الباب السابق باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية، وما رتب عليه من الفضل، الفضل المرتب عليه ما هو؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا تنبيه: ما الذي يغفر من الذنوب بهذا العمل؟ عامة العلماء، جماهير أهل العلم، على أن المغفرة تكون لصغائر الذنب دون الكبائر. استدلوا لذلك بما في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وقال آخرون: بل المغفرة هنا جاءت مطلقة، غفر له ما تقدم من ذنبه. والمتقدم من الذنب قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، فما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على إطلاقه، فيكون من فضائل رمضان حطه للسيئات الصغيرة والكبيرة، وهذا كله فيما يتعلق بحق الله. أما ما يتعلق بحق الخلق عندما يغتاب شخص آخر أو يكذب عليه أو يأخذ من ماله، فهنا حقوق الخلق لا تغفرها الأعمال في قول عامة العلماء، لأنها حقوق الخلق، والمغفرة إنما هي فيما يتعلق بحق الله. وأما حق الخلق فلا بد فيها من الاستباحة والتحلل. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم،
قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي مستثناة. إذن المغفرة للعلماء، المغفرة بسبب الصوم إيمانا واحتسابا والقيام إيمانا واحتسابا، هو مما اختلف فيه العلماء، فمن من قال في الصغائر ومن من قال الصغائر والكبائر، إلا أنهم متفقون على أنه لا يدخل في ذلك ما يتعلق بحقوق الخلق، بل لا بد في حقوق الخلق من التوبة برد المظالم إلى أهلها. هذا فضل من فضائل الصيام. من فضائل الصيام سمو الأخلاق، وهذا تقدم ذكره والإشارة إليه فيما مضى، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي وقاية يتقي بها الإنسان السيء من الأخلاق، حصن يتقي به رذائل السلوك. في هذا الحديث، في هذا الباب، قال المصنف: باب أجود ما كان، أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. أجود أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تكون في رمضان. والجود هنا ليس المقصود به بذل المال فقط، بل الجود مفهوم أوسع من السخاء بالمال وإعطاء المال، يشمل جود المال وجود العمل وجود المعاملة وجود الصلة بالله عز وجل، فهو يشمل كل أوجه البر والخير. يدل لذلك ما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. بالخير يشمل الخير القولي، الخير العملي، الخير المالي، الخير الحاضر، الخير المتعدي، الخير الظاهر، الخير الباطن، كل هذه المعاني تندرج في قوله بالخير، ليشمل كل خير. محبتك إذا أحببت لغيرك ما تحب لنفسك، أليس هذا من الخير؟ بلى، يدخل في قوله أجود ما يكون، أجود كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. فأجود الناس بالخير هنا يشمل كل أوجه الجود والإحسان وإرادة الخير، ظاهراً وباطناً، قولاً وعملاً، في معاملة الخلق وفي معاملة الخالق. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في الذروة من الجود صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن جوده يزيد في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود ما يكون في رمضان. وهنا إذا أضيف الأمر إلى وقت أو زمن أو عمل، فاعلم أن للوقت أو للزمن، أن الوقت أو المكان أو العمل أثر في حصول تلك النتيجة، في حصول ذلك الأمر. فهنا يقول: وكان أجود ما يكون في رمضان. ما الذي يزيد جوده؟ ما الذي زاد جوده في رمضان؟ لماذا زاد جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ بسبب صالح الأعمال. يزيد الجود في رمضان بسبب ما فيه من صالح العمل، بسبب ما يسره الله تعالى في هذا الوقت من الإعانة على الطاعة والإحسان، فإن هذا الوقت فيه من الطاعة والإحسان والإعانة عليهما ما ليس في غيره من أيام الزمان. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا دخل رمضان، إذا جاء رمضان، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. وكل هذه معينات ومقويات على الطاعة وميسرات لحصولها. ولذلك كل أحد يجد في نفسه في رمضان من الإقبال على الطاعة ما ليس في غيره، من الرغبة في التخفف من السيئات ما ليس في غيره من سائر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون، أعلى مراتب جوده صلى الله عليه وسلم كان في رمضان. وفي رمضان ليس على درجة واحدة في جوده، إنما يكون أجود ما يكون كما قال ابن عباس: حين يلقاه جبريل. إذا لقيه جبريل كان أجود ما يكون. ويلقاه جبريل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي جبريل في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن، فجمع الله له هذين الفضلين والخيرين: الفضل الأول صحبة الأخيار، وإذا كان النبي يتأثر بالصاحب
مع أنه أفضل من جبريل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو سيد الخلق وهو أفضل الخلق بإجماع الأمة، لكن يتأثر بمجالسة جبريل حين يلقاه جبريل. فصحبة الأخيار ومجالس الذكر، تلاوة القرآن، التفكر فيه، هو مما يزيد به الخير في الإنسان. ولذلك كان جبريل إذا كان وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حين حتى ينسلخ، يعني يستمر لقاءه بجبريل كل ليلة من ليالي رمضان إلى أن يخرج الشهر. ما موضوع اللقاء؟ يقول: يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعرض عليه، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع جبريل، وقيل يقرأ جبريل ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بل يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيسمع منه جبريل، ويقرأ جبريل شيئا فيسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعارضة، وسواء كان هذا أو ذاك، الأمر يتعلق بأن موضوع الاجتماع تلاوة كتاب الله تعالى وتدبره وفهمه، وليس عرضا للقراءة التي لا تدبر فيها. لو كانت كذلك لما حصل بها هذا التأثير الذي ذكره ابن عباس على سيد ولد آدم، بل القرآن إنما أنزل للتدبر. قال: فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. اللهم صل على محمد. فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة، يكون منه ويصدر عنه من الخير القولي والعملي والقلبي ما لا يكون في غيره من الأوقات، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس، أعلى مراتب الجود في البشرية كلها وليس في زمانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو في ذروة الجود والمجد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث في جملة من الفوائد، من فوائده إثبات وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أجود الناس في سائر الزمان، وفيه أن جوده صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان، وفيه أن سبب زيادة جوده في رمضان ما كان من اجتماع بالأخيار وقراءة وتلاوة للقرآن، وفيه أن جود النبي صلى الله عليه وسلم واسع ولم يكن مقصورا على وجه من الأوجه، بل هو أجود بالخير من الريح المرسلة التي تأتي بما يشتهي الناس ويحبون من الأمطار التي تطيب بها الأرض وتزدان ويحصل بها الغيث وينكشف بها الجد وما يكرهه الناس. وفيه فضيلة صحبة الأخيار، وأنه ما من أحد يصحب الأخيار إلا ويجد خيرا، وفيه فضيلة صحبة الأخيار ولو كانوا دون الإنسان في الخير، لا يلزم أن يكون في الذروة، أن يكونوا أعلى منه، بل حتى ولو كانوا دونه في الخير ما دام أن اجتماعهم على خير فذاك فضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، ومع ذلك كان يتأثر بلقيا جبريل ومدارسة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يتعلم الرسول والعمل به في الصوم. قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال المصنف رحمه الله: باب من لم يدع، أي من لم يترك قول الزور. قول الزور أي القول المحرم، سواء كانت شهادة زور، سواء كان كذبا، كان غيبة، كان شتما، كان تضليلا، كان تحريفا للشريعة. قول الزور يشمل كل قول محرم. من لم يترك قول الزور أي القول المحرم بكل أوجهه،
الغيبة، النميمة، الكذب، السباب، التزوير، التدليس، الخيانة القولية، كله يندرج تحت قول الزور. والعمل به أي العمل بالمحرم، أي العمل بالمحرم يشمل كل الأعمال المحرمة التي التحريم فيها لحق الله أو لحق الخلق. من لم يدع قول الزور والعمل به، العمل بإيش؟ هاي أخوان، العمل بالزور، العمل بالزور. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، يعني ما الذي جاء فيه؟ ما هو الخبر الذي جاء في من لم يترك القول المحرم والعمل المحرم في صومه؟ طبعا معلوم أن المقصود من الصيام هو إيش؟ مقصود الصيام ومشروعية الصيام لأجل تحقيق إيش؟ التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم، لأجل، لعلكم تتقون، لأجل أن تحققوا التقوى. وما هي التقوى التي جعل الله تعالى الصوم طريقا لتحصيلها وسبيلا لإدراكها؟ ما هي التقوى؟ التقوى هي أن تطيع الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، وأن تترك ما حرم الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. إذن التقوى هي أن تفعل ما أمرك الله وتترك ما نهاك عنه رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. هذا المقصود من الصوم. فإذا صام الإنسان ولم يحقق ذلك، صام وأكل حرام، صام واغتاب، صام واعتدى على الخلق، صام وملأ قلبه حقدا وحسدا وغلا، هل أتى بمقصود الصوم؟ هل جاء بالمقصود والمراد من الصوم؟ الجواب لا، لم يأتي بغاية الصوم ولا مقصوده. ولذلك حقيقة لم يأتي بما أراده الله تعالى منه، لأن منع النفس عن الأكل والشرب ليس مقصوده أن تحرم نفسك عن من المباحات والطيبات، إنما مقصوده أن تطيع الله بمنع نفسك عن هذه الأشياء التي تقودك إلى الامتناع عن المحرمات في سائر الزمان. الأكل والشرب مباح إلا في وقت الصيام، لكن الغيبة محرمة في كل الزمان، الكذب محرم في كل الزمان، الزنا محرم في كل الزمان، النظر المحرم محرم في كل الزمان، سماع المحرمات محرم في كل الزمان. فيكون تحريمه في هذا الوقت أشد من تحريمه في غيره. فمن لم يترك المحرم في هذا الوقت كان ذلك مشيرا إلى أنه لم يحقق الغاية والغرض من الصوم. جاء ساق المصنف، جاء بحديث ساقه بإسناده من حديث سعيد المقبري عن أبيه، أبي سعيد كيسان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، من لم يدع، إيش معنى لم يدع يا أخوان؟ يترك قول الزور، إيش معنى؟ القول المحرم. من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني والعمل بالمحرم، فليس لله حاجة، أي ليس له إرادة، ليس له غرض، ليس له قصد في أن يدع طعامه وشرابه. الحاجة هنا فليس لله حاجة، أي ليس له غرض، ليس له قصد، ليس له إرادة. وليس المقصود بالحاجة هنا أن الله محتاج إلى أعمال العباد، حاشاه جل في علاه، فهو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فهو غني عنا وعن عباداتنا وعن كل صالح أعمالنا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هو الغني عنا جل في علاه. ومعنى هذا أنه لو كان جميع الإنس والجن على قلب محمد بن عبد الله أتقى القلوب وأخشاها وأطيبها ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. فليس لله حاجة في عمل الناس، وإنما الناس يعملون ليفكوا أنفسهم،
يصلحوا حالهم ومآلهم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فليفهم قوله ليس لله حاجة على هذا النحو، على هذا الوجه، إنه ليس لله غرض، يعني لم يحقق المقصود الشرعي من الصوم. إذا كان يصوم ويمتنع عن الأكل والشرب ثم يطلق للسانه العنان في قول المحرم ويطلق لجوارحه العنان في فعل المحرم، فليس لله حاجة في هذا الصوم، ليس له غرض، لم يشرع الله الصوم لأجل هذا، إنما شرع الصوم للزكاة، لزكاة الأخلاق وصلاح العمل. فينبغي أن يعني يعرف معنى قوله فليس لله حاجة في أن يطعم يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده بيان مقصود الصوم والتنبيه إلى التفتيش عن هذا الغرض والقصد في العمل. وأنا أقول يا أخواني كل الأعمال الصالحة لها مقاصد، لها مقاصد تعود على النفس بالزكاة، تعود على النفس بالصلاح، تعود على النفس بالسمو. الصلاة ماذا يقول الله تعالى فيها؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الزكاة ماذا يقول الله تعالى فيه؟ يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا المقصود الطهارة والزكاة وليس مجرد إخراج المال. الصوم ماذا يقول فيه؟ لعلكم تتقون. الحج ماذا يقول فيه؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ففتش عن مقاصد العبادات وثمارها في أعمالك حتى تتحقق من صحة العبادة وحتى تتحقق من وقوعها على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنك. أما أن يصوم الإنسان ويصلي ثم لا يجد لهذه العبادات آثاراً في أخلاقه ولا في سلوكه ولا في عمله، هنا إشارة حمراء، قف، فأنت لم تأتي بالمقصود الشرعي. وفتش عنه في صومك، فتش عنه في صلاتك، فتش عنه في سلوكك، في سائر أعمالك، فإن الصلاة وسائر الأعمال تزكي الأخلاق. إنما بعثت لأتمم إيش؟ صالح الأخلاق. هذا هو مقصود الشريعة الأكبر. لكن لما يغيب عن الإنسان مثل هذه المعاني يقول الله أكبر وصلي، ثم يخرج ويسب ويشتم ويسرق ويؤذي الخلق، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن هذا من فوائد الحديث، التفتيش عن مقاصد العبادات. من فوائد الحديث أن المعاصي تنقص أجر الصيام، أن المعاصي في الجملة تنقص أجر الصيام. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المعاصي تفسد الصوم، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم إجمالاً في كل المعاصي، فكل معصية عند ابن حزم مفطرة، كما لو شرب ماء، إذا كذب كما لو شرب ماء فسد صومه، عليه أن يتوب إلى الله ويقضي مكان هذا اليوم يوماً، إذا نظر نظراً محرم فسد صومه. هذا قول ابن حزم رحمه الله. وقال آخرون بل ذاك في بعض الأعمال التي تفسد الصيام، فقال الثوري ومجاهد الغيبة والكذب تفسدان الصوم. معنى تفسدان الصوم يعني كما لو شرب أو أكل، فيجب عليه القضاء، التوبة والقضاء على قول جمهور العلماء. لكن عامة أهل العلم جماهير العلماء على أن المعاصي تنقص أجر الصيام لكنها لا تبطله، لا تفسده. وهذا هو الصحيح من قولي العلماء أن المعصية تنقص الأجر، فأجر الصائم الذي حفظ صومه عن المعصية أعظم من أجر من تورط في المعاصي. لكن من حيث صحة الصيام ووجوب وعدم وجوب القضاء، براءة الذمة بهذا الصوم، الذمة تبرأ والصوم صحيح، صحيح بمعنى أنه لا يحتاج إلى إعادته ولا يكون كما لو شرب أو أكل. هذا هو الراجح من قولي العلماء. ولكن مقصود الحديث التنبيه إلى ضرورة العناية بتجويد العبادة وتصحيحها وتكميلها على الوجه الذي يرضى الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف
عن ابن جريج قال اخبرني عطاء عن ابي صالح الزيات انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام جنه واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصعب فان سابه احد او قاتله فليقل امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فبالصائم اطيب عند الله من ريق المسك بالصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرحا واذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الباب مناسبته للباب السابق ان الباب السابق يبين لنا ان اثر الصوم في ترك قول الزور والعمل به، ومن ثماره ايضا من ثمار الصوم السمو بالخلق، عدم مقابله السيئه بمثلها. هناك يبين الباب السابق الحديث السابق يبين ان الصوم يحجز الانسان عن المعاصي والسيئات، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه عن ابتداء الإساءة القولية والعملية. وفي هذا الباب يبين أن الصوم يسمو بالإنسان ويزكو به حتى يمنعه من أن يقابل الإساءة بمثلها، بل يقابل الإساءة بالصبر عليها واحتساب الأجر فيما أصابه. جاء في قول المصنف باب هل يقول يعني الصائم إني صائم إذا شتم؟ الجواب على هذا ما جاء في الحديث، وهو ما ساقه بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم قال الله، النبي يقول قال الله في حديث، يسمى هذا الحديث إيش؟ حديث إلهي، هذا الاسم المطابق لأنه يقول قال الله فهو حديث إلهي، ويسمى في كلام كثير من المتأخرين من أهل العلم حديث قدسي. الحديث القدسي والحديث الإلهي هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. عرفتوا إيش معنى الحديث القدسي؟ ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، كهذا الحديث قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له، أي جميع ما يكون من عمل الإنسان له، أي بين له ثوابه وأجره الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصيام فإنه لي أي ثوابه وأجره، أو العمل كله، العمل كله لله عز وجل، الصلاة والزكاة والصوم والحج، لكن قوله هنا إلا الصيام فإنه لي يعني ثوابه وأجره، فلم يبينه الله تعالى للناس بل استأثر بعلمه جل في علاه، فإنه لي وأنا أجزي به. ثم عاد أبين فضيلة من فضائل الصيام، قال والصيام جنة. ذكرنا معنى الصيام جنة، إيش معنى الصيام جنة؟ الصيام جنة إيش معنى؟ الصيام جنة معناه أكرمك الله، الصيام جنة معناه وقاية. وقاية عن إيش؟ عن الرذائل، عن الأخلاق السيئة، عن المعاصي والسيئات، هذا معنى الصيام جنة، أي أنه يتقيك. وجنة تصور نفسك معك درع تأتيك السهام، سهام الشياطين وسهام الرذائل، وتتقي بهذا السهم بهذا الدرع السهام. كذلك الصيام جنة يقيك سيء القول والعمل، الصيام جنة. ثم قال في أثر الصيام وإذا كان يوم صوم أحدكم إذا جاء ووجد صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لا يرفث أي لا يقع فيما حرم عليه من الرفث وهو الجماع وما يكون من الاستمتاع الذي يفضي إلى الإنزال، ولا يصخب يعني ولا يرفع صوته، الصخب رفع الصوت بالمخاصمات والهيشات. فإن سابه أحد أو شات أو قاتله، أي وقعت مسابة بينه وبين أحد، والمسابة والمقاتلة مفاعلة، لكن المقصود إن توجه إليه أحد بما يقتضي الرد عليه سبا أو شتما، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، هذا أمر نبوي، فليقل، هو أمره أن يقول إني امرؤ صائم. والأمر هنا قيل للوجوب
أن يجب عليه أن يرد عليه بقوله إني امرؤ صالح. فإذا قال لك واحد كلمة رديئة سبك أو سب أهلك أو سب شيئا يتعلق بك وأنت صائم، فالمشروع لك أن تقول إني امرؤ صائم أو إني صائم، للاعتذار عن الرد، إنه أنا لم أرد عليك لكوني صائما، ليس عجزا عن الرد ولكني امتنعت من الرد لكوني صائم، إني امرؤ صائم. إذن القول الأول في قول فليقل أنه على إنه على الوجوب، والقول الثاني إنه على الاستحباب، أي يستحب، وهذا قول الجمهور أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. وهل يقول فليقل، وهل قول فليقل إني امرؤ صائم في صيام الفرض أو في صيام النفل؟ الظاهر من الحديث أنه في الاثنين، في الصوم الواجب وفي الصوم النفل، لأنه قال إذا كان يوم صوم أحدكم، والصوم يكون فرضا ويكون نفلا، فليقل إني امرؤ صائم. أما إذا كان في الفرض فعامة العلماء على استحباب هذا القول، وأما إذا كان نفلا فقالوا إن خشي على نفسه الرياء فلا يقول ذلك، وإن لم يخش على نفسه ذلك فإنه يذكر بهذا لما فيه من الفائدة، فائدة إني امرؤ صائم عند الخصامات والمسابة والمقاتلة فائدتين، أولا أن يكف نفسه عن مقابلة الإساءة بمثلها، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ما هي؟ تذكير المعتدي بحالك لئلا يتمادى في الإساءة، فإنك إذا قلت له إني امرؤ صائم كان هذا داعيا إلى أن ينكف عن الإساءة في هذا الوقت، عن الإساءة إليك في هذا الوقت، فهو تذكير لك بأن لا ترد، وتذكير لمن صدر منه المسابة والمشاتمة أن يتوقف وأن يكف عن ذلك، فليقل إني امرؤ صائم. قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم رائحة فمه، رائحة جوفه، الرائحة المنبعثة من الجوف عند فراغها من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك، وتقدم الكلام على هذا في الدرس السابق. للصائم فرحتان، هذا خبر نبوي أن الصائم موعود بفرحتين، للصائم فرحتان، وهذا الفرح فرح شرعي، والفرح نوعان في الشريعة، فرح مذموم وهو الذي نهى الله عنه في قوله لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا النوع الأول من الفرح وهو الفرح المنهي عنه المذموم، وهو إما أن يكون فرحا بالمعصية أو أن يكون فرحا يؤدي إليها، هذا ضابط الفرح المذموم، الفرح بالمعاصي أو ما يؤدي إلى المعصية. أما النوع الثاني من الفرح فهو الفرح المأمور به، وهو الفرح بطاعة الله، قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ها فليفرحوا، أمر الله المؤمنين بالفرح هو خير مما يجمعون، وهو الفرح بطاعة الله وبثمار الطاعة، ما يترتب على الطاعة من خيرات الدنيا والآخرة، هذا الفرح مأمور به، وهو المذكور هنا للصائم فرحتان. الفرحة الأولى إذا أفطر فرح، هذا الفرح طبيعي وهو فرح شرعي، فرح طبيعي لأن الإنسان إذا ذهب وقت منعه مما يحب سر وابتهج، هذا واحد، هذا طبيعي، وفرح شرعي لأنه أتم ما أمره الله تعالى به. الفرح الطبيعي لأنه أذن له فيما منع منه، والفرح الشرعي أنه إيش؟ أتم ما أمره الله تعالى به من الصيام، إذا غربت الشمس وأفطرت فرحت بهذا، لماذا؟ لأن الله يسر لك صيام هذا اليوم سواء كان واجبا أو مستحبا، ولأن الله أذن لك فيما أحل لك بعد أن كنت ممنوعا منه في وقت صيامك. يفرح الإنسان أو لا يفرح؟ يفرح، ولذلك تجد أن غالب الناس تبتهج نفوسهم في وقت الفطر ويجدون نشاطا وقوة وسرورا، السبب في هذا هو هذه الفرحة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، للصائم فرحتان، فرحة يفرحهما إذا أفطر فرح، وهذا فرح معجل، أسأل الله أن
يرزقنا وإياكم الفرح بطاعته. الثاني فرح مؤجل وهو ما ذكره: وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه، فرح بما كان من صالح عمله، فرح بما كابده وصابر على تحصيله من صيام فرض أو صيام نفل، يفرح بذلك لعظيم ما يجده من الأجر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا يدل على عظيم ما يدركه بصيامه من الثواب والأجر عند رب العالمين. وقوله إذا لقي ربه فرح، متى يلقى الله؟ يلقى الله عز وجل بموته، هذا أول مراحل اللقاء. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فإنه يرى بالموت جزاء أعماله. وأعظم ما يكون اللقاء عندما يأتي الله لفصل القضاء، فيرى الإنسان من ثواب أعماله وإكرام ربه إذا كان من أهل الطاعة ما يفرح به ويبتهج ويسر. نسأل الله أن يجعلنا ممن يفرح بلقائه وأن يفوز بعظيم عطائه. الحديث فيه جملة من الفوائد، فيه أن الصوم اختلف عن سائر الأعمال بأن الله لم يبين أجره وثوابه للناس، بل جعله له مستأثرا به. وفيه أن الصوم جنة يقي الإنسان سيء العمل، وفيه أنه من المشروع للصائم أن يكف نفسه عن كل ما يكون من الرذائل الأخلاقية والسلوكية والعملية، فلا يرفث ولا يسخط. وفيه من الفوائد أن الصائم مندوب له أن يكف نفسه عن مقابلة الإساءة بمثلها. وفيه قسم النبي صلى الله عليه وسلم على تأكيد الخبر. وفيه أن ما يكره الإنسان من الرائحة بسبب الصوم هي يوم القيامة عند الله تعالى أطيب من ريح المسك، ثواباً وعاقبةً وجميلة منقلب. وفيه مشروعية الفرح بطاعة الله، وفيه أن للصائم فرحتان، أن للصائم فرحتين: الفرحة الأولى عند الفطر، والفرحة الثانية إذا لقي الله، فرحة معجلة وفرحة مؤجلة. نسأل الله أن يجعلنا من الفرحين بلقائه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. قال حدثنا، قال رحمه الله: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أفض للبصر وأحسن للبرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا بيان لفائدة من فوائد الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، وفي بعض النسخ العزوبة. والمقصود بالعزوبة هو عدم الزواج، الانفراد عن الزوجة، يعني لا يتمكن من الزواج. والترجمة تفيد أن الصوم مشروع لتخفيف أثر العزوبة وما يكون بسببها من عدم إمكان حصول ما يشتهي الإنسان من المرأة. فالصوم يحجب عنه ما يكره بسبب العزوبة، حيث إنه لا يتمكن من إدراك ما يؤمل من الخير. الله تعالى يقول من الخير المتعلق بالاستمتاع بالنساء، قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومون، فإنهم غير ملومين، فإنهم غير ملومين. قوله هنا: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، أي مشروعية الصيام والندب إلى الصيام فيما إذا خاف الإنسان على نفسه عدم الزواج. وساق فيه حديثا بإسناده من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله المراد به هنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يخبر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج.
من استطاع أي من قدر على الباءة فليتزوج. والباءة للعلماء فيها قولان: الباءة تكاليف الزواج ومؤنته، هذا المعنى الأول، تكاليف الزواج ومؤنته. وقيل الباءة المقصود به القدرة على الجماع والرغبة في الجماع. من استطاع الباءة أي من كان عنده قدرة على الجماع ورغبة في الجماع فليتزوج. والأمر بالزواج هو توجيه لمصرف شرعي وطريق مباح لتوقي أضرار هذه الشهوة فليتزوج. وهذا أمر نبوي، فإن قوله فليتزوج هو أمر، والأمر في الأصل يقتضي الوجوب. والله تعالى قد قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الزواج، هل هو واجب أو مستحب؟ فمنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه مستحب. والصواب أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم، فتجري فيه الأحكام الخمسة، لكن أصله هو مما ندبت إليه الشريعة وأمرت به. من استطاع منكم الباءة، إذن الباءة كم فيها من معنى؟ فيها معنيان، يعني المعنى الأول الباءة القدرة المادية وتكاليف الزواج، والمعنى الثاني القدرة البدنية، من كان قادرا ببدن عنده قدرة وقوة على الزواج فليتزوج. لماذا جاء التعليل؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، هذا ثمرة الزواج. أغض للبصر أي أنه عون للإنسان على كف بصره عما حرم الله عليه، هذا معنى أغض للبصر، أي أنه أعون له على كف بصره عما حرم الله تعالى عليه، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قدم إيش؟ الأمر بغض البصر، ثم جاء الأمر بحفظ الفرج، فغض البصر طريق حفظ الفرج، فمن أطلق بصره تورط في ما لا تحمد عقباه من عدم حفظ الفرج. إذا كنت قد أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت صابر عليه ولا رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، أنت بين النارين. إذا أطلق الإنسان بصره في المحرمات بين النارين، يرى ما لا يقدر على إدراكه، وهذا حسرة ولا مو بحسرة؟ أن ترى ما لا تستطيع أن تصل إليه، ما تجد ألم لهذا؟ طيب، وأيضا ما لا تستطيع الصبر عنه، رأيت ما لا تستطيع الصبر عليه، النتيجة أن تقع في محذور، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، فتقع في نارين، نار عدم القدرة على ما تريد تشتهي وما ترى، ونار عدم القدرة على الصبر، فتبقى بين هاتين السوأتين. فلو غضضت بصرك كان أطيب لقلبك، ولذلك قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أزكى لنفوسهم وقلوبهم وأطهر لأخلاقهم وأعمالهم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر يعني أعون لحفظ البصر، وأحصن للفرج يعني أمنع للفرج من أن يقع فيما حرم عليه من الاستمتاع المحرم. قال: ومن لم يستطع، يعني ومن ليس عنده قدرة، فعليه بالصوم. من لم يستطع هنا أي النوعين من الاستطاعة، أن لا يستطيع القدرة البدنية المالية أو القدرة البدنية، هذا بناء على الترجيح السابق في معنى الباءة. الظاهر في قوله من استطاع منكم الباءة، يا معشر الشباب، من استطاع الباءة، الباءة هنا القدرة المادية طبعا والقدرة البدنية، لكن إذا كان عنده قدرة مادية وليس عنده قدرة بدنية هذا سالم من أثر، ما يحتاج إلى الزواج لأنه لن يقع في
إطلاق بصر ولا في خشية التورط في وضع الشهوة في محرم. والحالة الثالثة هو أن لا يكون عنده قدرة مالية ولا قدرة بدنية، فهذا أيضا أبعد. فالأحوال أربعة: إما أن يجتمع له قدرة مالية وبدنية فهنا يكون الأمر في حقه مؤكد، أن يكون عنده قدر، أن لا يكون عنده قدرة مالية ولا بدنية فهذا خارج عن الحديث، أن يكون عنده قدرة مالية وليس عنده قدرة بدنية هذا إذا كان يحفظ فرجه ويغض بصره فليس داخلا في الحديث، لأن بعض الناس ما عنده قدرة بدنية لكن عينه طويلة، عينه طويلة يجد كلمة مرة لو شاف زول مرة تتبع النساء يمنة ويسرى، هذا يقال له أغض للبصر تزوج حتى لو ما كان عنده قدرة بدنية، لكن في هذا الحال لابد أن يبين للمرأة ضعفه، لأنه بعض الأحيان يتزوج وحده ويبلاه فلا يستطيع أن يعفها، فلا بد من أن يكون واضحا في مثل هذا العيب حتى لا يورط غيره. طيب، أما الحالة الرابعة فهي ما إذا كان قادرا ببدنه عاجزا بماله، هنا هو أحق من يوجه إليه هذا الحديث في قوله من لم يستطع، عنده قدرة ورغبة لكن ما عنده مال، فعليه بالصوم، عليه بالصوم، لأن الصوم يكبح النفس عن شهواتها، يربي النفس على عدم التمادي مع ما يشتهي ويحب، عليه ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، الوجاء أي الكافي الواقي المانع من أن يقع في ما حرمه الله تعالى عليه ومنعه من المعاصي المتعلقة بالشهوة. نعم، الحديث فيه جملة من الفوائد، فيه ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج لمن كان ذا باءة وعليه وعنده قدرة، فيه فائدة الزواج بأنه يغض البصر ويحصن الفرج، فيه أثر الصوم في منع الإنسان عن السيء من القول والعمل لقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وأخذ جماعة من أهل العلم من هذا الحديث تحريم الاستمناء، وهو إخراج الشهوة بفعل من الإنسان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه الشباب إلى ذلك بل وجههم إلى الصوم وقال فإنه له وجاء، وهذا قول جمهور العلماء. هنا مسألة، وهي أن بعض الناس ممن عنده رغبة وشهوة وعدم قدرة على الزواج يقول أنا صمت ولم أستفد، ما زالت الشهوة موجودة وأعاني منها، يقال له صم، فإن الصوم يخفف الشهوة، إن لم يمنعها بالكلية خففها، فلو أنك وجدت شهوة مع الصوم فاعلم أنك لو تركت الصوم لكنت في شهوة أكثر وعناء أكبر بسبب شهوتك، فالصوم إن لم يمنع فإنه يخفف، إن لم يحقق تحصين الفرج بالكامل فإنه يخفف أثر الشهوة على الإنسان، ولذلك ينبغي أن يحافظ على هذه الوصية النبوية، كل من وجد عناء من شهوته ولم يجد لها مصرفا مباحا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فافطروا له. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة،
فلا تصوموا حتى تروا فإنكم معرفة فأكملوا عدة 30. وقال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا. وخلص الإمام في الثالثة. وقال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن قضي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وقال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن ابن سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى بنسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما قال: أوراح؟ فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. وقال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، فكانت انفكت رجله، فاقام في مشروبه 29 ليله، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: ان الشهر يكون 29. هذه الاحاديث في هذا الباب كلها مما يتعلق بعدة الشهر الذي فرض الله تعالى صومه. الله تعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ففرض الله تعالى صومه على من شهد الشهر. بماذا يثبت رمضان؟ يثبت رمضان بطريقين. الطريق الأول: رؤية هلاله. هذا الأمر الأول. الطريق الأول لإثبات وجوب الصوم لإثبات رمضان أن يرى الإنسان هلال رمضان. الطريق الثاني: إكمال عدة شعبان. هذان طريقان. فإذا رأى المسلمون الهلال صاموا رمضان، إذا لم يروا الهلال أتموا العدة، أكملوا العدة، وهي عدة شعبان 30، وصاموا بعد ذلك. لأن الشهر إما أن يكون تسعة وعشرين وإما أن يكون 30. هكذا جاءت الأحاديث وبيّنت بياناً جلياً واضحاً. يقول المصنف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. المقصود بالهلال هنا هلال رمضان، فالألف واللام هنا للعهد الذهني. الألف واللام في قوله الهلال للعهد الذهني، فإن الذهن ينصرف مباشرة إلى هلال رمضان لأنه الشهر الذي فرض الله تعالى صومه. وإذا رأيتموه، الضمير يعود إلى الهلال وهو هلال شوال، فأفطروا، لأنه به ينقضي ما أمر الله تعالى من الصيام. وقال: صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله معلقا، وقد روي موصولا بإسناد لا بأس به، وقد صححه الترمذي وغيره. قال الترمذي بعد أن روى حديث عمار موصولا: حديث عمار حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. فالسؤال المتبادل: ما هو يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه؟ من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو اليوم الذي يتردد الناس فيه هل هو من رمضان أو لا. هذا القول الأول. القول الثاني: قالوا يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، سواء حال دون رؤية الهلال حائل من غيم أو قتر، أو لم يحل دون رؤية الهلال غيم ولا قتر. هذا القول الثاني. وقال: وأما القول الثالث فهو أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يحل دون رؤية هلاله غيم، الهلال ليلة 30 غيم أو قتر. إذن ثلاثة أقوال في تعيين يوم الشك: أنه يوم 30 من شعبان، الثاني أنه يوم 30 إذا
مطلقا. نعم، القول الأول أنه اليوم الذي يشك فيه، يوم الثلاثين يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه، سواء كان الشك بسبب عدم تراء الناس الهلال أو أنهم تراءوه ولم يروه، أو تراءوه وحيل بينهم وبين رؤيته. القول الثاني أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، سواء حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، أو لم يحل دون رؤية الهلال غيم أو قتر. وهذا قول الجمهور، أكثر العلماء على هذا القول، أنه يوم الثلاثين مطلقا حال دون رؤيته الهلال ليلته غيم أو قتر أو لا. القول الثالث وهو مذهب الحنابلة أن يوم الشك هو يوم الثلاثين إذا لم يحل، انتبه، إذا لم يحل دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم ولا قتر. أما إذا حال غيم أو قتر فالحنابلة يرون وجوب صيام ذلك اليوم، وأنه ليس يوم الشك بل يجب صيامه احتياطا لرمضان. والراجح أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من رمضان، عفوا، الثلاثين من شعبان، إذا لم يرى الهلال ليلته، سواء كان ذلك لوجود مانع من يمنع من الرؤية وهو عدم وضوح الجو، أو لم يوجد مانع بأن لا يكون غيم ولا قتر، فهذا يوم ينهى عن الصوم فيه. وقد جاء النص على النهي عن الصيام فيه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وساق المصنف رحمه الله في أما قوله فقد عصى أبا القاسم، قال بعض أهل العلم إن هذا حديث موقوف له حكم الرفع، إن هذا حديث موقوف له حكم الرفع، والصواب أن هذا له أن هذا حديث مسند، لأن إضافة النهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عن عامة العلماء، قال: لا يختلفون أن قوله عصى أبا القاسم حديث مسند، والمراد بأبا القاسم من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر كنيته لأنه قاسم يقسم بين الناس الأحكام، ويبين الحلال من الحرام والواجب من غيره، وهي كنية يشتهر بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فكانت كنية خاصة مميزة له. ولذلك إذا أضيف الحكم إلى الكنية فيعلم أن المراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يأتي بالأحكام مبلغاً عن رب العالمين، أو مجتهداً في فهم كلام الله وما أنزل إليه من الوحي. قال رحمه الله، ساق بإسناده، قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن، قال: حدثنا مالك، قال: عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، لا تصوموا حتى تروا الهلال، الهلال هنا هلال رمضان، ولا تفطروا حتى تروه. فعلق الصوم والفطر بالرؤية. فإن غم عليكم، غم إيش معنى غم؟ أي اختفى وحيل بينكم وبين رؤيته. فإن غم عليكم أي غطي ولم تروا، فاقدروا له، فاقدروا له أي فاحسبوا له. وقد بيّن المصنف رحمه الله معنى فاقدروا له بالرواية الثانية التي ساقها بنفس الإسناد، حيث قال الشهر، حيث قال: فاقدروا العدة ثلاثين، فاقدروا العدة ثلاثين أي اقدروا عدد شهر شعبان ثلاثين يوما. وبهذا يكون الرؤية هي الطريق الأول لإثبات شهر رمضان، والطريق الثاني إكمال العدة، لأن الشهر إما أن يكون ناقصا وإما أن يكون كاملا. فإن كان ناقصا فدليل نقصه وانقضائه رؤية الهلال، وإن كان كاملا فطريق إثباته إكمال العدة. هذان هما الطريقان اللذان يثبت بهما رؤية الهلال. وما ساقه من الأحاديث في ما يتعلق بعدة الشهر هو بيان
أن شهر لا يخلو من أن يكون 29 أو أن يكون 30. وهنا أنبه إلى أن الأصل في الشهر الكمال، الأصل في الشهر الكمال، هذا هو الأصل. يعني إذا تردد الإنسان هل الشهر ناقص أو كامل، يحسب عليه إيش؟ يحسب الكمال، لأن الأصل عدم انقضاء الشهر. ولذلك قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فارجعوا إلى الأصل، وهو فأكملوا عدة شعبان 30. نقتصر على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نستكمل إن شاء الله البقية في الدرس القادم.